قام منتدى قلب الجزائر باستقبال أطفال صحراويين رفقة ذويهم، وهذا بمطار بوفريك العسكري، من أجل التكفل الصحي بهم وإجراء عمليات جراحية لهم على مستوى القلب كانت مبرمجة بإسبانيا. وبسبب الوضع الصحي الحالي تكفلت الجزائر بإجراء العمليات الجراحية لهم بمستشفى بوسماعيل في ولاية تيبازا، هذا بالتعاون مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. التغطية كانت لجمال الدين بوشة. ايه هذو الاطفال كانوا مرضى، كانوا عاد لهم شيء، عاد لهم عيمان مرضى، كانوا ما شبيهم بعثه وتعطلت، وجيتوا انتم يدوم نعم دائما، ما هي اول مره قاع انتم تعدلوا لنا شيء صالح، دائما دائما تعدلوا لنا لا شيء زين وشيء صالح، وعماركم ان شاء الله جزاكم الله خيرا قابلين شعبنا بمرضى وبكل شيء. بعد التنقل تاعنا اللي قمنا به كرئيسة لمنتدى قلب الجزائر مع بعض الفاعلين في المجتمع المدني إلى مخيمات الصحراء الغربية، كنت في لقائي مع وزيرة الصحة قد تعرضنا لحالة بعض الأطفال المصابين بأمراض في القلب والتي تستدعي جراحات قلب مستعجلة. الأطفال هادو كانوا راح يتكفل بهم في إسبانيا، لكن نظرا لحالة الكوفيد وغلق جميع الحدود لم يتمكنوا من التنقل إلى هناك. دونك دخلنا الجزائر العاصمة، اتصلنا بوزير العمل المشكور السيد جعبوب معالي الوزير الذي تكفل بهم، وهناك الكثير من الشخصيات أيضا التي ساعدتنا في هذا المجال، هناك الكثير من الأشخاص، هناك الكثير من الخيرين الذين لا يريدون أن نذكر أسماءهم، نتوجه إليهم بالشكر. فيما يخص هذه المبادرة، مبادرة جد حسنة ومبادرة تاع مواطنة وتاع حسن الجار. هي احنا كبلديه الجزائر الوسطى عندنا توأمة منذ 2002 مع ولايه العيون، واليوم هالمبادره وين رانا حاضرين مع رئيسه المنتدى القلب الجزائر، وين نظمت هذا اللقاء الحنين، هاللقاء مع عائلات من الصحراء الغربيه.